خمس لاعبين، اربع لاعبين وحارس مرمى. بدايه التدريب حتى لو بلاعب واحد، حتى بكره يزيدون، وبعد بكره ان شاء الله يوم السبت جمعه السبت يكون فريق متكامل. حاجه انا اعتذر على هذا السؤال، انا اعرف انه فتره اليوم منذ استلامه المهمه التدريبيه بدات بعض الصفحات، بدات بعض المواقع، بدا بعض الاشخاص يحاول الطعن براض شتيش. عندك شيء؟ والله انا ما عندي شيء واي واحد، اعتبرها وجهات نظر، وجهه نظر، بس اتمنى يكون النقد مفيد لي وبناء حتى انا ابحث عن عيوبي واصلحها. الذهاب الى البطوله هل هي المنافسه ام المشاركه؟ انا كشخص ما احب اذهب لبطوله مجرد كومبارس، هذا منتخب العراق، مسؤوليه كبيره علي وعلى اللاعبين، اي لاعب يفكر 10% ذاهب مجرد انه يشارك بالبطوله ما راح يشترك. زين، تولي المنتخب الوطني.